كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله مهرجان يعني شكله كده فايق، ومكان جديد وحلو قوي. انا جاي مخصوص علشان خاطر الندوة بتاعت محمد خان بتاعت سينما الثمانينات، واتمنى ان الندوات ماشية كويس. انا كنت لسه طالع من الندوات، يعني في حركة ثقافية كويسة والناس متجاوبة معاها يعني، وبشوف اسكندرانية كتير، وان شاء الله المهرجان ده ياخد حظه، والسنين اللي جاية اساسا انت عارف حتى موضوع أبازة، امير أبازة، ان هو اصر يكمل رغم وفاة اخوه، يعني ده حاجة تحسب له يعني. وان شاء الله والافتتاح شفته كمان كان كويس، في نجوم كتيرة من الناس، شفنا نجوم كانوا غايبين عن حضور المهرجان في السنين اللي فاتت، فان شاء الله نكمل. واتمنى المهرجان اشوف كمان مهرجان القاهره اللي هو اتاجل السنه دي يتعمل ويبقى وياخد حظه برضو الدولي. بس هو لازم يبقى يعني انا يعني لازم يبقى في الشتاء، لان الاسكندرانيه بيظهروا في الشتاء زي ما بيقولوا وبيستخبوا في الصيف، فالمهرجان ده بتاعهم، هو ناقص بس يبقى توجه كامل للاهل اهل اسكندريه، هو ده اللي ناقص. يعني تعرف ان في حاله امنيه وفي مظاهرات وكده، ورغم ذلك المهرجان بيتعمل. بالمناسبه النهارده الجمعه ومفيش اي حاجه، ويعني لكن السنين الجايه متهيألي المشاركه بتاعت الناس هتبقى اكبر، لان اسكندرانيه بيحبوا السينما وبيتحب الفنون طول عمرهم يعني، فده مهرجانهم يعني، يتفتح قاعات وسينمات زي الاول. اعتقد يعني ان السنه اللي جايه على حسب ما سمعت انه هيعملوا عروض المهرجان في سينمات في وسط اسكندريه.